الاول انا دابا كنت ساكنه في البريالك، كنت ساكنه مع واحد مع جده، مع جات راجلي. ونهار اللي جات تحويل قالوا لي انت يا ما عندك والو. بقيت مسافه وانا تما كاينه شويه، عاود درت واحد البريريكه وجلست فيه شي عام، درت بحال هكا انا في هذا البريريك انا لتحت. ملي جلست فيهم قالوا لي ما عندك والو. جمعت وليداتي وجاو ريبوا عليا، ضربوني بشهر شدوني في الحبس. ولي شدوا لي حال الحويجات الحرقوا حرقوا لي شدوا المقاطعه الدواء. وهي هذيك دابا بقيت مشرده انا وليداتي. دابا قالت عطفت وديك الطفله كتقول يا خوتي انا بعدك البيت نكريه. وانا مكرفسه انا وليداتي الله يجازيكم بخير. وحق الله الا مكرفسه كنا لهنا في السلقه. نطلب منكم تعاونوا معايا الله يرحم لكم الوالدين. انا مكرسه انا وليدات خرجوني قال لك اذا غادينا الوليدات ربعه الوليدات بغيت تشوفوا معايا الوليدات تشوفهم. انا معايا وحيده وحده وعاد واحد البرا والوحيد مع باهم. الله يرحم لكم الوالدين اخويا انا مكرسه الله يجازيكم بخير. اللي بغيت تعاونوا معايا ديروا فيا الخير وتجمعونا انا وليداتي. انا بغيت خالي كان في نسقر انا وليدات. الله يرحم لكم الوالدين. كنقرا في المستوى السادس ولكن عندي حاله ما كنعرفش نقرا بحال هكا الكلمات وداك الشيء وما كنعرفش نقرا بحال هكا حتى انا ما كنعرفش القرايه ما عنديش ما كنعرفش نقرا. كنبقى معاها هنايا في العطله وفي كل شيء كنمشيو بحال هكا حتى هنا حتى الليل هذا كنمشيو للدار. هنا كنبقاو غير نبيعو مع صحاب المدرسه غير هنا كنبيعو مرة كنخليو عند الراجل هنا كنخليو عندو السلعة ديالنا كنخليو عندو كلشي. الليل كنمشيو عند ديك المرة اللي عاطيانا الدار خت بابا هي اللي عاطيانا الدار دابا. وكاينة موت بابا تا هي اللي مبغات تسكنو سكناتنا غير ختي غير بيت غير صغير ماشي كبير بزاف. ناكلو فيه نطيبو فيه كلشي. أنا كنطلب ليهم الله يسهل عليهم وكنشكرهم بزاف اللي عاونونا الله يرحم ليهم الوالدين.